كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن نجاح الهيئة في تحقيق 91% من أهداف استراتيجيتها الوطنية للحكومة الإلكترونية، وذلك لعام 2017، وإنجاز أكثر من 1,000,000 معاملة على جميع القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى قيمة المعاملات المالية والتي تعدت 74 مليون دينار بحريني لجميع القنوات. فيما أشار القائد إلى أن عمليات التطوير والتحديث المستمرة لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز، حيث تم تدشين 40 خدمة إلكترونية وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. أما عن خطة العمل القادمة، أشار القائد إلى أن الهيئة ستمضي قدما بأداء الدور المنوط بها لتحقيق الاستدامة في جودة الخدمات الحكومية المقدمة بما يتماشى وتطلعات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة والخطط الاستراتيجية لمشروع إدارة الأداء المؤسسي تكامل المعتمد من قبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى استمرار الهيئة في تقديم المزيد من المشاريع والخدمات بشكل إلكتروني باعتبارها إحدى الأدوات التي تسهم بنجاح المرحلة المقبلة من التوجه الحكومي، أبرزها الدليل الشامل للخدمات الحكومية وخدمات الموثق الخاص ومشروع خدمات الكهرباء والماء ومشروع التبليغات والإخطارات الوطنية، إلى جانب تطبيق التاجر الإلكتروني وغيرها من الخدمات والمشاريع الهامة التي من شأنها أن تضيف قيمة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة. اليوم طبعا احنا نتكلم عن عدد من الانجازات، منها المعاملات المالية وصلت الى ارقام غير مسبوقة، 74 مليون دينار من المبالغ الالكترونية، المبالغ المدفوعة الكترونيا. طبعا اجهزة الخدمة الذاتية بعد اعادة يعني تطويرها واطلاقها وتدشينها من قبل سمو ولي العهد وصل عدد المدفوعات فيها إلى 7 أضعاف، هاي دليل على نجاح السياسة الجديدة تم انتهاجها، وإن شاء الله مع مواصلة هذا الأداء نطمح أن الأرقام أيضا تكون في ازدياد. دليل طبعا الأرقام اللي نتكلم عنها اليوم المؤشرات الأداء على نضج المجتمع البحريني وقابليته بالاستفادة من هذه الخدمات وما يعني تقدمه هذه الخدمات من سهولة ويسر وتبسيط للإجراءات وتقليل التكلفة على الحكومة، وأيضا يعود في النفع في الأخير إلى رضا المواطن من الخدمات الحكومية المقدمة له. الإحصائيات الحالية اللي سنطلقها في المؤتمر الصحفي حتى بلغت عدد المعاملات الحكومية من خلال الجماهير أو الجمهور ما يقارب 1,000,000 معاملة إلكترونية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وأجهزة ذكية والخدمات الإلكترونية عن طريق المنصات الذكية، ما يقارب 75 مليون دينار تحصيل عن طريق الخدمات الإلكترونية. طبعا إنجازات تضاف إلى إنجازات هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بدعم ورعاية من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.